السلام عليكم اخواني، اتمنى للجميع يكون بخير وعلى خير ان شاء الله. مرحبا بكم في هذا الفيديو. حبيت نتكلم على مباراه يعني الجايه ما بين المنتخب الوطني الجزائري ومنتخب السويد يوم السبت ان شاء الله في السويد. يعني راح نلعبوا خارج الديار، وهذا شيء جميل. يعني كنا ننتظروا هذا النوع تاع المقابلات، خاصة يعني كنت نشوفه يعني منذ قدوم المدرب الناخب الوطني جمال بن ماضي. يعني العارضة الفنية تاع المنتخب الوطني الجزائري، شفنا بلي لعبنا معظم المقابلات، ولعب وقيلة 41 مقابلة أو أكثر. يعني لعبنا معظم المقابلات لعبناها مع فرق إفريقية، يعني شيء طبيعي. يعني ما لعبناش بزاف المقابلات يعني ودية مع فرق يعني خارج القارة الإفريقية. لعبنا أعتقد مباراة مع كولومبيا، لعبنا مع المكسيك، ولعبنا مع إيران. يعني تلت مقابلات للكوتش جمال بالماضي مع منتخبات أجنبية خارج إفريقيا. يعني هذا المقابلة مع السويد يعني تيست شباب، يعني لأول مرة سنواجه، يعني أول مرة مع قيادة جمال بالماضي سنواجه يعني منتخب أوروبي يلعب في المستوى العالي، وهذا شيء يعني طيب. يعني احنا دوك نقدروا نقيموا يعني المنتخب الوطني الجزائري تاعنا، وأيضا أعتقد مع يعني نوعية اللاعبين اللي عندنا يعني ربما هذا يرفع من معنوياتهم. يعني كي يواجهوا يعني ربما خصوم يعني يكون مستوى عالي، ربما اللاعبين تاعنا يتحفزوا، ويعني ربما يغيروا يعني هذاك المشكل اللي عندنا تاع التركيز والى اخره اللي نبدا نشوفه في افريقيا. ربما في اوروبا الاشياء ستتغير وتكون يعني مفاجاه يعني جميله للجميع. وحابين نتكلموا هكذا برك ما بيناتنا قصارين على المقابله اللي جايه، ومانيش حاب ندخل في هذيك نقاط قوة نقاط ضعف إلى آخره، لأن هذه مقابلة ودية فقط. يعني الإنسان ماهوش راح يدير عليها الدكتور. هذه منتخب السويد ربما حيلعبوا مع هذه المرة، ومانيش لعبوا معها يعني من 10 سنين ولا 20 سنة. يعني مانيش نشوف ضرورية تاع باش دير نقاط قوة نقاط ضعف إلى آخره. هذا ما يهمناش، هذه ما راهيش يعني منافسة حيلعبوا على كأس ولا على تصفيات ولا، هذه مجرد مباراة ودية يعني بين منتخبين. يعني أيضا نشوفوا يعني نقيموا المنتخب الوطني تاعنا ونراه يدور، ونشوفوا المستوى تاعو كي نلعبوا مع فرق يعني لا بأس بها. بون بكل صراحة يعني منتخب السويدي أنا شخصيا ما عارفوش بزاف، يعني شاهد باك المقابلة الأخيرة ضد المكسيك. ما يعني غالبا واش نعرفوا حنا على الفرق هادو تاع سكندينافيا، يعني مثل السويد، نورفاج، دانمارك، ايسلندا، فنلندا، هادو البلدان هادو يعني معروفين لاعبين تاعهم، يعني عندهم مورفولوجيا تاعهم جايبين روحتهم يعني صحاح. يعني معروفين باللي يلعبوا يعني فوتبال توتال يعني مباشر من الدفاع الى الهجوم ديريكتومون، يلعبوا الكرات الهوائيه طبيعيا، لان قلنا معظم اللاعبين هذوك يجوا والقامه تاعهم طويله، يعني ما يستغلوا ويلعبوا. ايضا هما متاثرين شويه يعني بكره القدم تاع البريمير ليغ، يعني تاع كرة الهوائية والتوزيعات، يعني عندهم السرعة في التوزيعات. وشفت أنا في المقابلة تاع المكسيك، شفت باللي الفريق هذا تاع السويد وما عندوش لاعبين يعني هكذا مميزين بزاف بزاف بزاف. شفتهم باللي نقدر نقولوا الفريق لا بأس به، ما هوش هذاك الفريق اللي يخلع، ما هوش كاين الأسماء الكبيرة اللي نعرفوها، ولكن يقدر يشكلنا صعوبات، لان كما قلنا بنيه يعني بدن تاعهم يعني مورفولوجيا قويه، يدخلوا في الشوك ويلعبوا رابيد. عندهم باك شويه الديفو تاعهم ولماركيناها يعني دفاعيا شويه هماج، يعني ماشي منضبطين بزاف دفاعيا، ما يعرفوش يدافعوا، ويعني
ردة فعل تاعهم تكون شوية ثقيلة نوعا ما، خاصة في المحور. وبالمقابل شفناهم باللي يعني يستغلوا بزاف يعني الكولوار دروا واغوش، يعني يلعبوا بزاف على الويقة، وهذا يقدر يعني يشكلنا بعض المشاكل. وحنا شفنا في مقابلة اللي فاتت خاصة الرواق الأيمن من جهة بن عيادة، كانت حمام يعني اللي طبع بالون وجري موراه وما تخافش، هذه لازم نركزوا عليها. بون فيما يخص التشكيلة، هنايا إشكالية يعني شوفها كما تكلمنا في فيديو سابق على جبل الماضي وإلى آخره والخطة وما يشبه. هنايا يعني علاش قلت لك يكون امتحان يعني جيد هذا، باش نشوفوا تقريبا وين رايحة العقلية تاعنا. هنا دوك نشوفوا اسكو هذا المدرب يهمه بناء المستقبل، بناء منتخب يعني قوي في المستقبل مع ضخ دماء جديدة يعني المنافسات المقبلة، أم راهو حايب يعني يلعب باش يربح. لأن هنا اختلاف كبير يا الأصدقاء، كاين عندك يعني مشروع باش تبني فريق، وعندك يعني مشروع ثاني إذا سمي هكذا تلعب باش تربح يعني. وممكن تربح مقابلة ودية ربما نفرحوا شوية هكذاك، ولكن ما هي فائدة؟ ما حتى فائدة يعني تربح ولا تخسر. حنا واش يهمنا بناء فريق جديد، نعاودوا نبنوا يعني واش تكسر. فبالتالي في التشكيلة يعني كان احتمالين، انا شفت انا شخصيا هكذا ربما اني مخطئ واتمنى ان اكون مخطئ، انا نشوف يعني حارس مرمى ربما حيدير الرئيس مبولحي، انا نشوف الرواق الايمن دفاع عطال، في المحور مندي توغاي، على اليسار ربما يعاود يجد الثقة في توبا، خاصة ندير مقابلة شابة ولا حاب يربح يعني توبا راهو احسن فورما. غادي نشوف يعني في وسط الميدان بن ناصر بن طالب ربما بوداوي، وفي الهجوم بطبيعة الحال ثلاثي يعني معروف رياض محرز إسلام سليماني، وعلى اليسار يوسف بالليلي. يعني هذه التشكيلة أي تبان لي يعني راح يعتمد عليها جمال بالماضي، ولا اعتمد يعني على التشكيلة والإشكال وراه. يعني هنا تفهم بلي ما إيش كاين إرادة بناء فريق وإلى آخره، يعني دي اللاعبين نعرفوهم ورام يكبروا في السن ومتعودين يلعبوا كيف يعني ما إيش حاجة جديدة علينا. يعني ولا تخرب التشكيلة يعني هم همه الوحيد هو الفوز في هذه المباراة، وحنا كما قلنا صحيح ولو فزنا بهذه المباراة صافي بليزير نفرحوا حاجة باينة، نحبوا يعني بلادنا مادا بينا توجو نربحوا. ولكن بهذه التشكيلة اللي نعطيتها ولا دخل بها، خاصة ولا دخل برايس بولحي، رايس بولحي حارس منتهي يعني، ولا دخل تودوكا أين هي الفائدة؟ أين هي الفائدة؟ دوك أنت تجيب الحراس باش تسييهم باش تشوف الخليفة تاع رايس بولحي، ولا دخل رايس بولحي وحنا مع العلم ما عندناش مقابلات كبيرة نلعبوها، وقتاش راح نسييو الحراس وقتاش راح نسييو اللاعبين وقتاش راح نعطو يعني فرصة للشباب وإلى آخره. هكا كاين بزاف الانتقادات يقول لك تكره بالماضي، ما نكرهش بالماضي بالعكس، انا بالماضي شكون ما تقدرش تكرهه يعني جبنا حققنا يعني تتويج شباب تاع كاس الامم الافريقيه، درنا هذيك السلسله هزيمه، ولكن صراحه قال يعني حاليا لحقنا يعني واحد النقطه وين الانسان لازم يراجع نفسه ويشوف الامور اللي ما مشاتش والامور اللي لازم تغير، وحان الوقت يعني لتجديد الفريق. حنا خاصه حين نلعبوا يعني منافسات كاس الامم الافريقيه الجايه، كاس تصفيات كاس العالم، يعني ماشي من اللاعبين هادو اللي راهم بداو يكبروا لا حيديروا يعني نحقوا يعني واش لازم نحقوا. شوفوا برك منتخب السنغال، كي تقول لي منتخب السنغال استقرار صحيح عندهم مدرب او يخدم معهم منذ زمن، ولكن تشوف اللي كان استمراريه في العمل وكان تجديد. يعني السنغال بدلت تقريبا 100% من التشكيله الاساسيه تاعها، هذه خدمه يعني تجيب لاعبين جدد وتسييهم تبدا تدخل فيهم بالعقل. حنا هذا الشيء ما درناش صراحه، تقول لي ما كاش لاعبين، هذا ما راهوش يعني مشكل تاعنا يعني كمناصرين ما كاش لاعبين، يعني الناخب الوطني خدمته يحوس على لاعبين
كي تقول لي خليه يخدم، كان بزاف يقولوا هذه الجمله، خليه يخدم خليه يخدم خليه يخدم الرجال والى اخره. هذا الكلام يعني فارغ، ما معنى خليه يخدم؟ خليه يخدم لازم يروح يدي بلاصي يصطاد، يشوف لي جوار، يحوس على لي جوار، يحوس على الحلول، يعطي فرص. انت تقعد تقول لي لحقنا ماتش ما عندكش لي جوار، تقول لي من بعد ما كاش لي جوار هذه هي واش نديرو؟ ما بغاوش يجوا. هذه ماشي يعني ما هذه يعني هو المسؤول عليها، هو اللي راهو على راس المنتخب الوطني، والمفروض هو اللي يكون وجد لي جوار يحوس عليهم يلقى. ما تقوليش ما كاش، كاين لي جوار تحوس تلقى. كيما كنا نديرو في وقت سابق، كنا نجيبو لاعبين مغتربين ولا محليين، كنا نلقاو. علاش دوكا ما نلقاوش؟ كيفاش كاين انقراض اللاعب؟ كاين لاعبين الله يبارك، كاين بزاف. حنا المشكل تاع جمال بالماضي ايضا بغيت نحكي عليه، كان واحد يعني واحد السياسه والله ما فهمتها انا كيما سيت نفهم هذه النقطه. ما كان واحد اللاعبين سبحان الله تشوفوا يعني يعطيهم الاستدعاء، يجول تربص خطره، احيانا ما يلعبوش ميم با خمس دقائق، ومن بعد ما تجي تشوفهم ومن بعد عاود يجيب لك لاعبين اخرين جدد. هذه والله النقطه دي ما فهمتهاش، كيفاش السيد جبته وما لعبش وما تحكم عليه ما تجيش تجيبو تجيبو واحد اخر نفس الشيء يزيد يجي ما يلعبش، ومن بعد ما تشوفو يزيد يجي واحد اخر جديد. كيفاش راك تبني هكذا؟ هذه المفروض قبل تربص راك نتايا كيما نقول لك راك درت الدراسه تاعك، وراك شفت البروفايل تاع اللاعب، وشفت كيفاش قدرات تاعو، وبعد كي تجيبو في التربص دير لي زاجوستمون برك ودخلو يلعب باش تحكم عليه. تقول لي هذا صغير هذا صغير، ما كاش من هذه صغير. راك تشوف مبابي شحال كان في عمرو كي كان داك كوب دي موند مع بلادو، عطيلو فرصه عادي جدا كيما عطينا فرصه للقدم، نقدروا نعطوا الفرصه للاعبين جدد باش نعاودوا نولوا المباراه دي تاع السويد. حنا ما دابينا يعني نشوفوا مقابله شابه، ما دابينا نعاود يعني المعنويات طلعوها، ما دابينا. بون بصراحه شخصيا انا نشوف هذا النوع تاع المباراه، أنا نشوف رياض محرز يلقى روحه لأنه يحب يعني الملاعب الجميلة. راح يلعبوا في ستاد تاع مالمو، مالمو بين قوسين هذا ستاد، هذا الملعب ما لعبوش فيه يعني منتخب السويدي منذ 2016. وكما قلنا أجواء تاع السويد ربما تشابه شوية مع أجواء تاع بريطانيا، يعني محرز من المفروض يلقى روحه، يحب هذا النوع تاع المقابلات. وكما قلنا شفنا باللي عندهم شويه هماج يعني دفاعيا، ربما محرز راح يستغل يعني ريوق تاعو يعني كيما معود يعني يلعب في مانشستر سيتي، يعني تكون عنده شويه سهولات باش يعني يدخل يعني في المنطقه ويضرب التسديدات. نشوفوا ايضا لاعب كيما بالليلي او لاعب كيما بالرحمه يقدر يلقى روحه في هذا النوع تاع المقابلات مع هذه الفرق. يعني احنا عندنا لاعبين الله يبارك عندهم مستوى فني يعني فرديا يعني يقدروا يديروا لنا يعني المفاجأة، يقدروا يسجلوا الأهداف، ولكن حذاري دفاعيا يعني ما على باليش كنا حيلعب أسكو بن عيادة أسكو عطال ولا لعب بن عيادة، لازم يعني نحذروا كثيرا سينو راح نتلقاو الأهداف بالتوزيعات والكرات الهوائية، راح الكابوب نتلقاو الأهداف ثاني ك ركلات الحرة كورنر كوفرون، يعني هما ملاح في هاد الضومان هذا. يعني أنا حبيت حاجة أمام الكوتش ناخب وطني جمال بالماضي، حبيت يسيي أمور جدد. لماذا لا؟ علاش ما تسييش يعني هادو مقابلات ودية؟ علاش ما تسييش أفكار جديدة؟ شوف كيما مثلا بيب غوارديولا يحكم لك جواري غير له كاع بوزيسيون تاعو مثلا. انا الى حد الساعه هذه شفت المحور الدفاع عانينا منه، واحد الحقنا وين مندي يعني عيا، وجبنا توغا وجبنا، علاش ما نسيوش مثلا لاعبين كيما توبا وابن سبيعيني نحطوهم في المحور؟ لاعبين هما ما شاء الله طوال قامه طويله في المحور، هذا شيء مهم. لاعبين بين زوج يعرفوا يبنوا من الخلف، حاجه اللي خصتنا يعني يعرفوا يلعبوا بالون يعني، وتخلي على اليسار يعني دير مع باليش انا حميش هذا اللي جابو يسيه، ولا بالك لاحقا بالك يجي ايت نوري ويحكم يعني ريوق الايسر. يعني كاين حل، هاو زوج حلول مثلا توبا بن سبيعيني يلعبوا في المحور، وربما تكون مفاجاه، ربما تكون يعني
يعني شيء جيد. لا لا، انا هذا هو الشيء يعني اللي ما يعجبنيش في جمال بالماضي، يعني كي تشوف الكوتشينغ تاعو ما تشوفش جديد، ما تشوفش، ما يغامرش، ما يسييش، يعني دائما يعتمد على نفس الفلسفه. مثلا فيديو سابقه قلت ان عندنا فقر تكتيكي كان بزاف اللي نتاخذوه. نعم كان فقر تكتيكي، دوك انت كي تخرج رقم 9 ودخل رقم 9، تخرج رقم 7 دخل رقم 7، هذا ما راهوش يعني رسم تكتيكي، يعني ماهيش حاجه، ايش حاجه معقده، هذا شيء بسيط جدا، تنحي جوار تخرج جوار. لا لا، من المفروض تنحي 9 مثلا، دخل يعني لاعب يلعب في وسط الميدان، يعني لازم تتأقلم مع المباراه في الماتش، لان المباراه راهي حيه، راهي تتبدل، ما تقدرش تدخل انت يا 4-3-3 وتكمل بها كاع المقابله، ما تقدرش تعرف المفاجآت اللي تلقاها يعني في المباراه. لهذا انا كنت نتمنى نشوف جمال بالماضي يجرب اشياء جديده، يعني هذه هي يعني الحنكه تاع المدرب، يعني يغامر ويجرب وينجح، يعني شايف هنا وتقول لي يعني صح هذا خبير تكتيكي. احنا على كل حال نتمناو يعني الفوز تاع المنتخب الوطني، احنا ماذا بينا في كاع الحالات بلادنا دائما يعني على ما في السما، يعني احنا ماذا بينا نربحو. سيف صحيح هذه مباراه وديه وما عندهاش اهميه، ولكن حنا ماذا بينا نربحو، وان شاء الله نربحو. بارك الله فيكم على الاستماع، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.